أدرس كل يوم كل يوم، أدرس وأرجع إيش اسمه، رجعت وظايفي ودرس، نزحنا يهوني، هدونا مدرستنا وهدونا بيوتنا. بالضيعة نزحنا من عدة مراحل، يعني مو بس على منطقة واحدة. نزحونا من ضيعنا، جينا هوني تليم تليم من الساعة 6 نطلع نروح، اليوم أحيانا توقف لنا سيارة أحيانا لا. نروح تليم تليم مشو، نروح نوصل يعني عشان إنا من الكل نجي من الصبح أذان المغرب نجي من حل، نجي من هوني من ناتو نحط رأسنا من ناتو. نحن الساعة 4 الصبح، ما بيروح الساعة 4 الصبح بيدبر خبز، بيدبر ما بيصير خبز. هذيك الأيام ما بحتاج شيء، لا تدفئة، أنا ما بحتاج شيء، لا ما بحتاج أي شيء. طب بروح على أي مشفى بتداوى بتعالج، عشان كل شيء بلاش. ما بتفوت على المدرسة لأني عندي أهلي بتعيشهم، عندي أمي وأختي بتعيشهم، بخاف بشي شغلة شو توقع علي يوم فوت على البيت أو شي شغلة.